السلام عليكم اخواتي متابعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشكم مبروكه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. نتوما كنشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الشباكيه اللي كتجي معلكه وهشيشه وشاربه العسل بطريقتي الخاصه. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. غادي نبداو اولا على بركه الله في المقادير. عندي كاس ديال الزنجلان اللي طحنته مزيان ما محمرش، عندي كاس ديال اللوز حتى هو مطحون ما محمرش، وعندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده مذوبه، عندي كاس ديال ما زهر ذوبت فيه زعفران شعره، تقدروا ديروا ضامه. عندي هنايا ربع كاس ديال الخل، صفر ديال البيضه، غادي نحتاج كذلك معلقه ديال القرفه، قبيصه ديال الملح، نص معلقه صغيره ديال الملح، غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال سكينجبير، وعندي هنايا جوج معالق كبار ديال النافع، جوج معالق ديال حبه حلاوه، وجوج معالق ديال النافع وحبه حلاوه والبسباس، وعندي كيلو و100 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي ندير اولا النواشف، ندير جوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبه حلاوه، وجوج معالق ديال البسباس، غادي نضيف كذلك القرفه، الملح، سكينجبير، الجنجلان واللوز مطحون، صافي. وغادي نخلط هاد النواشف كاملين مع بعضياتهم، من بعد عاد غادي نزيد باقي المكونات. صافي، من بعد ما خلطتهم غادي ندوزهم في الغربال باش دوك الحبيبات ما يقطعوناش من بعد العجين وتولي لنا العجينه ملسه. صافي، غادي ندوزهم هكا في الغربال اللي كنغربلو فيه الدقيق العادي. من بعد عاد غادي نضيف السوائل باش غادي نجمع العجين ديالي. صافي، غادي نضيف داك نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده، غادي نبسبس هاد الطحين مع القوام كامل مزيان هو الاول. من بعد غادي نضيف الخل وصفر بيضه، ما تنساوش شويه ديال المسكه الحره، طحنوها مع شويه ديال السكر سنيده وضيفوها، انا غير ما صورتهاش. صافي، غادي نصفي هذاك الماء زهر من هذاك الشعيره نتاع الزعفران، وبالنسبه للماء غادي نبقى نضيف غير شويه بشويه باش ما تجراليش العجينه، لان العجينه خاصها تكون قاسحه وشاده في راسها، الا درتو العجينه مطلوقه فغتعذبكم بزاف في الشباك. بهذا الشكل هذا نبقى نزيدو الماء غير شويه بشويه وحنا نجمعو في العجين ديالنا. صافي، هنا ما غاديش نزيد لها الماء، غادي نحاول انني نجمعها كما كتشوفوا راها مازال قاصحه، وغادي نحطها فوق سطح العمل وغادي ندلكها واحد شويه، ما يعني بمجرد ما اننا غادي ندلكوها فهي غتطلق في اليد، ما غاديش تبقى قاصحه. نحاولوا اننا ندلكوها مزيان مزيان. صافي، من بعد غادي نقسمها للقطع وغادي نشكل منها دي بودان. هنا من غادي نجي نشكلهم دي بودان طوالين، فانا هنا كنزيد ندلكها كما كتشوفوا. ما حتكم تدلكوا فيها هي تزيد كتطلق راسها. صافي، من بعد غادي نجمعها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. غادي نخليهم يرتاحوا، من بعد ما تدوز ديك 10 دقائق ولا ربع ساعه غادي نجيب هنايا باش ندير لها الفويتاج. هذا الفويتاج ضروري، يعني هو اللي غادي يخلي الشباكيه ديالنا تجي
من الداخل مورقة وتجي شاربة العسل. ضروري هاد العملية نديروها. تقدروا تطويوها بهذا الشكل، تقدروا تطويوها على شكل مسمنة عادية. صافي غادي نستمر حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. من بعد غادي نجمعهم في واحد البلاستيكه وغادي ندخلهم للثلاجة وغادي نخليهم يرتاحوا على الاقل واحد الساعة. الا ما كنتوش مزروبين بها تقدروا تخليوها حتى ليله كامله، ما عندها ما غادي يصرالها حتى شي حاجه. للتذكير فقط انا الشباكيه ديالي ما درت فيها الخميره تاع الخبز، درت فيها فقط راس المعلقه ديال الخميره الكيماويه. نسيت ما ذكرتها لكم في المقادير، الخميره الكيماويه والمسكره الحره مدقوقه. صافي غادي نجمعهم هنايا فواحد البلاستيك غذائي وغادي ندخلهم للثلاجه. من بعد ما دازت ساعه خليتهم ارتاحوا. هنا صافي غادي نجيب نبدا باش نخدم الشباكيه ديالي. غادي نجيب قطعه من العجين غادي نبسطها شويه هنايا بالدلاك وغادي نقسم العجين على جوج باش ندوزو في الوراقه. اللي ما عندهاش الوراقه تقدر تسرحها غير بالدلاك. انا الماشينه ديالي هنايا كتبدا من رقم جوج، دوزتها في رقم جوج، من بعد دوزتها في رقم اربعه، من بعد دوزتها في رقم سبعه. يعني كل وحده على حسب الوراقه الماكينه اللي عندها، يعني راه ماشي بحال بحال. انا الماكينه ديالي كتبدا من رقم زوج حتى رقم 9. صافي كنسرح العجين ديالي وغادي نجيب الجراره وغادي نقطع. تقدروا تستعملوا هذيك القطاعه، تقدروا تستعملوا الجراره، فانا غادي نقطع غير بالجراره العاديه. هنا غادي ندير 6 ديال الشريطات، غادي ندير 5 ديال الشريطات، 6 كنقطع. صافي بالنسبه للطريقه تاع التشباك ساهله. غادي نجيبو جوج شريطات غنديرو جوج فوق جوج ونقلبوها ونتنيو هذيك الوسطانيه. من بعد كنقلبوها كتشبك الراس، يعني واحد الطريقه هذه اللي ساهله وكتخليكم في ساعه تزربوا في الخدمه. كنظن ان الطريقه تاع التشباك راه واضحه في الفيديو. يعني كنحطو جوج ديال الاشرطه فوق جوج والشريط في الاخير كنقرصوه مع بعضياته، ومن بعد كنقلبوا الشباكيه ديالنا. صافي كنلقاوها تشبكت. غادي نستمر حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. انا هنا كنخدم انا واقفه باش نصور لكم فوق سطح العمل، ولكن من بعد راني مشيت حطيت فوق الطبله وجلست باش كملت الكميه اللي عندي كامله، لان ما يمكنليش نبقى جوج ديال الساعات ولا ثلاثه وانا واقفه. ثم عارفين بلي الشباكية كتبقي تبغي الكلاص وكتشد الوقت. صافي من بعد غادي نستفهم في واحد البلاطو. هنا كنت كملت كاع الكميه اللي عندي، هنا غادي نبيتها، انا ماغاديش نقليها دابا، غادي نخليها حتى الصباح وغادي نقليها. صافي هنايا في الصباح من بعد ما جيت نقليها غادي ندير الزيت السخن.
بالنسبه للعسل فانا شاركته معكم في القناه، كندير جوج ديال لي بول ديال العسل، غادي نخلي الزيت تسخن مزيان، من بعد غادي نقص عليها العافيه وغادي نبدا نقلي. كما كتشوفوا راه ما كتهرس في القليان، ما كتحل ما حتى شي حاجه، حيت بيتها وخليتها نشفت مزيان. صافي كنقصوا عليها النار، من بعد كنحطوا الشباكيه ديالنا في العسل الاول، ملي تقرب الكميه الثانيه طيب غادي نحيد ديك الشباكيه، كنردها في العسل الاخرى اللي غتكون بارده حتى هي باش تشرب العسل مزيان، وعاد كنحيد. صافي هذه كانت الكميه الاولى، انا غادي نحيدها، من بعد غادي نرد فيها العسل نديرها في لوبول الاخر. كنظن ان الطريقه راها باينه وواضحه. صافي غادي نخليها تشرب العسل مزيان، شحال ما جلست في العسل تكون بارده وعاقده راه غادي تشرب العسل مزيان. غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الشباكيه. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه، كنتمنى الطريقه ديالي تكون فاتتكم. انا غادي نجمعها في هاد لي بواط هادو، و الا بغيتو الشباكيه ديالكم كتبقى معسله وتبقى شاده في العسل ديالها وما تنشفش ليكم، يعني دخلوها للكونجيلاتور فهي كتبقى ملي كتجبدوها فبحال عاد داك النهار صوبتوها. صافي انا هنا غادي نجمعها في هاد لي بواط هادو، هاد لي بواط راه كاين الكبار كاين متوسطين وكاينين الصغار، بالنسبه للثمن ديالهم صراحه ما عرفتش شحال الثمن ديالهم بالضبط، ولكن راه موجودين في السوق عندي كيبيعوا الاكياس البلاستيكيه والقفاز وداك الشيء ديال الجلد. صافي غادي نجمع كاع هاد الشباكيه اللي عندي، مازال باقيه لي واحد الكميه اخرى مازال ما درت ليها الجلجلان. هذه الشباكيه كامله اللي عندي اللي صوبتها، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساش تشاركوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه وبزايد الرزق، والى اللقاء مع فيديو اخر.